ما هي أركان الحج؟ الحج له أركان، لو أسقطنا ركن من هذه الأركان كان الحج باطل. الأول الإحرام، الأول الإحرام. هل معنى الإحرام لبس الحذاء والرداء؟ لا، الإحرام معناه نية الدخول في النسك، أن ينوي، ولهذا قلنا في الحج والتعبد لله، إذا لا بد فيه من نية، صح؟ خرج إلى الحج وحج ورجع، وعندما رجع أنت تعرف أحسن، يستقبل الناس في المطار بالحلوى والزغاريت، المهم، ويرجع إلى المكان اللي فيه بالسيارات يتبعه وكذا، ثم الزردة، نعم، ثم يغير الأحل التي على البيت يكتب عليها الحاج. فبعد أيام لقي إنسان وقال يا حسن سلام عليكم، ما رد عليه. يا حسن يا حسن اتفق، قال تنادي من؟ قال ناديك أنت، أنت حسن؟ نعم. قال سبحان الله، أدفع 25 مليون، أدفع 25 مليون أو 1000، وأصنع 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 زردة وأصنع كذا وغير اللاح البيت، وبعد هذا تقول لي حسن؟ أنا الحاج حسن، يعني دفع 25 مليون حتى غير اسمه بس. حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، وحج السلف، ولم يقل واحد منهم الحاج محمد صلى الله عليه وسلم. بالله فيك، ها؟ تغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقال الحاج، هذا رياء سمعة. واليوم يخرج البعض بالكاميرات عند الطواف، خذ جزاك الله خير، الله يكتب لك الأجر، صورني أنا أرسل الأولى، صور عند الحجر الأسود، اتكلم اتصل على الأولاد قال بسم الله، الصور كلها موجودة، أرسلها لكم شيء أخشي، ودعيت لكم عند كذا وعند كذا وعند كذا وعند كذا. إذا حججت بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حجة العلم. من اللي حج؟ الإبل والسيارات والطائرات هي اللي حجت. نية يا إخوان إخلاص العمل لله. الحج المهم، ما أدري أين كنا. الأول نية الدخول في النسك، أن ينوي، والنية محلها قلب، تلفظ بها بدعة، لأنه قد يلبي. أنا الآن أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، دخلت في الحج في النسك؟ لا، صح؟ قد ألبس حجاب ورداء أدخل في النسك؟ لا. إذا الدخول في النسك يكون بالنية، لو نوى حتى وإن لم يلبس ولم يلبي انعقد الحج. إذا الركن الأول من أركان الحج النية. الثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال الشمس يوم 9 إلى طلوع الفجر يوم 10 يوم العيد. هذا الركن الثاني أو الثالث؟ نعم، خليك معي. ثاني الثالث الطواف، وهذا يسميه العلماء بين قوسين، أنت تختار، طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. لا أعيدها، معي آسف، انتبه، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج. من يعرف؟ طواف قدوم، طواف إفاضة، إفاضة، طواف الزيارة، هو طواف الإفاضة، هو طواف الحج، وهو ركن الحج.
ما معنى طواف الزيارة؟ لأن الحاج الآن يخرج إلى عرفة ثم يرجع ويطوف، لابد أن يكون هذا الطواف بعد القيام بعرفة، ولهذا يسمى طواف الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات، ويسمى طواف الزيارة المكزة لبيت الله بعد أن يخرج الحلم، لأن عرفة حلم وليس بالحرم، من الحرم هنا آخر الحرم مستلم، مفهوم؟ إذن هذا الركن الثالث وهو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، ركن أركان الحج، لابد أن يقع بعد الوقوف بعرفة، لو طاف ما طاف قبل الوقوف بعرفة لم يؤدي ركن الحج. الثالث. الرابع سعي الحج، السعي بين الصفا والمروة. هذه ايش؟ هذه ايش؟ أركان الحج، أربع أركان، لو أسقطنا ركن انهار الحج. ما نوى. خرج مع مجموعة الحج. ايش تريد؟ تريد المال. الحج ما تريد. الحج باطل مع انه وقف بعرفة وكذا. الثاني وقوف بعرفة. والثالث طواف الإفاضة بعد الوقوف والسعي. واجبات الحج. حج له واجبات صح؟ الأول الإحرام من الميقات المعتبر، يعني ميقات ميقاتها المغرب أين؟ رابط صح؟ ماذا قال ابن عاشر؟ في أحد يحفظ ابن عاشر؟ نعم نعم وين اللي يحفظ ابن عاشر؟ كيف مغاربة معك؟ الله في أحد إخواننا يحفظ ابن عاشر؟ إذا أتيت رابغا تنظف واغتسل. الحمد لله المرافق. طيب الإحرام من الميقات المعتبر، ثم البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، ورمي الجمرات، والحلقة والتقصير. مفهوم؟ بقي شيء؟ لا شيء. بقي طواف الوداع واجب لكن ليس من واجبات الحج. كان الشعبي رحمه الله استجاب الدعوة في كل عام يحج، في طواف الوداع يدعو الله. أنا أقول هذا الكلام لأنك تطلب من الكريم، والله ما أضيعك الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكان في طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع ليكن آخر عهد ببيت الطواف، ففي آخر شيء يصنع الحاج هو طواف الوداع، فالشعب عندما يطوف بالبيت يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا آخر عهد بالبيت، فيدعو يقول يا رب لا تجعل هذا الطواف آخر العهد بالبيت، فيحج في العام الثاني حتى بلغ 80 سنة. في العام 80 وهو يطوف تذكر هذا الدعاء، قال فاستحيت من ربي 80 سنة وهو يدعو، فما دعا فقبض من عامه.